بعد شهرين تقريبا من اعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان والبلبله اللي حصلت دي، رجع الاسبوع اللي فات واصدر امر رئاسي بالغاء العمل في الفصول الدستوريه المنظمه للسلطه التشريعيه والتنفيذيه. بس كمصري بضحك بالحاجات دي اللي موجوده في تونس. انتوا عندكم الحاجات دي فعلا يا تونس؟ يعني سلطه وتنفيذيه عندكم فعلا الحاجات دي؟ الخلاصه يعني لو حد معاه كتاب كيف تصنع من مدرس لغه عربيه ديكتاتور في اربع خطوات مش هيبقى ماشي على منهج بالدقه دي. وبكده قيس سعيد هيستلم السلطة التشريعية وكمان هيستلم السلطة التنفيذية بشكل كامل بمساعدة الحكومة الجديدة اللي يدوب لحد تصوير الحلقة دي عرفنا مين رئيس حكومتها. كده هو معاه السلطة التنفيذية وخد التشريعية والبرلمان في المهلبية. آخر بلد كنت أتوقع أن يحصل فيها الانقسام ده. معقولة؟ معقولة بقى في شكوك في تونس أن رئيسها المنتخب الديمقراطي يبقى ماشي على منهج ديكتاتوري؟ الأستاذ والكاتب منصف بن مراد، مرحبا بك. فيما يتعلق بالحقوق والحريات، هل كلامه هذا مطمئن فيما يخص الحقوق والحريات؟ من ناحية النفسانية ما نظنش بشي يولي مشروع ديكتاتور ولا ينجم ديكتاتور. قيس سعيد ما نظنش بشي يولي ديكتاتور، ما نظنش، ما عندوش المؤهلات بشي يولي ديكتاتور. والله معك حق، ده نص العرب اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا فاكرينه مدرس عربي يعني آخره يعني يرفع المبتدا. لا، رفع الشعب ساعتها يبقى ديكتاتور ماشي. ده مفيش اسهل يا جماعه ان الواحد يبقى ديكتاتور، حتى دي فشلنا فيها. وبعدين مؤهلات الدكتور دي معروفه، هيستولي على السلطه التنفيذيه، هيستولي على السلطه التشريعيه، يحل البرلمان، يوقف الحكومه، يعطل الدستور. ايه ده، هو عمل كل ده؟ قيس سعيد ما نظنش باش يولي ديكتاتور. لا، هو كده بقى اوفر كواليفايد اصلا على انه يبقى ديكتاتور. ممكن يبقى مثلا يبقى ديكتاتور بلس او ديكتاتور اس 2 برو ماكس، اي حاجه. كل ده وما عندوش مؤهلات الدكتاتور؟ ما عندوش مؤهلات ولا ديكتاتور. هو تقريبا فاكر الدكتاتور لازم يكون واخد بشله كده في نص وشه، او طالع له شنب صغير زي هتلر، او مليان شويه زي ستالين، او طول زي بشار، او قصير زي